السلام عليكم. احنا في ينبع النخل، وينبع النخل من مساكن جهينة عبر العصور. وجهينة سند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك قصة الكشت رضي الله عنه، حينما الرسول صلى الله عليه وسلم اقتطع له جزءا من ينبع النخل، وكذلك اقتطع العلي بن أبي طالب. نحن هنا في قرية المزرعة، سكانها من الأشراف، وهذه الحصون كانت تستخدم لحماية القرية وحماية مياهها. هذه الحصون وهذه القلعة تشرف على القرية. هذه القلعة فيها السلاح والرقم. شوف، منطقة مرتفعة لحماية القرية، قرية المزرعة. هذه عين المزرعة مجددة، الآن بننزل لها. بسم الله، لها درج ما شاء الله. بتنزل على معي شورت نزلت فيه، تروح ما ترجع. شوف وينزل على هنا، وينزل هذا عين المزرعة. من هناك اللي جيناه مجرى العين يأتي من تحت الأرض. هنا أهل القرية جددوا فيها قبل سنتين ثلاثة بعد الأمطار. شوف المياه تأتي هنا توزع وجبات على المزارع من تحت الأرض، وفي عرف عليها قائم، وفيه لها قائم في توزيع الوجبات بين المزارع في الساعات. احنا في ينبع النخل بعين عجلان. ينبع النخل تشتهر بالأعين، فيها أكثر من 360 عين، وتشتهر بالنخيل، لذلك سمتها ينبع النخل. هذه مبانيها القديمة. الآن بعد عودة المياه وبعد تنظيف بعض الأعين عادت أكثر من 11 عين، ولها نظام في السقيا يسمى الوجبات، وكذلك تسمى الخيوف. ويلاحظ أن ذرية علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب وذريته لهم أسماء هنا في الأعين وفي الخيوف. يجد خيف حسين وعين علي وعين الحسن موجودة لآل البيت. شوف هذه عين عجلان، عين تجري، جزا الله خيرا من قام بها منذ قيامها إلى الآن. السلام عليكم. هذه عين النواب، ينبع النخل يسكنها الأشراف. وأي عين أو أي ماء تجد فيها الحضارات. هذه البيوت القديمة التي تروها في ينبع النخل، هذه كانت مأهولة بالسكان سابقا. هذه مزارعها الآن عادت بعد المياه وبعد تنظيف العيون. عين النوى. هذه المياه التي تأتي من العين، هذه مزارعها. هذه المياه كانت في زمن الحجاج، قوافل الحجاج يقفون هنا ويرتون منها ويرتاحون، فكانت لها قيمة تاريخية. في هذا كل ما وجدت مياه وجدت حضارات، وجدت تجمع سكاني. رحم الله من كان هنا، ووفق الله من أعاد هذه المياه. حقيقة نقولها في أهل ينبع النخل، عند كل عين نجد مسجد، جزاهم الله خير. هذه المزارع مزارع عين العلقمية، والعلقمية كانت تسمى نهر العلقمية، نهر كان نهر يجري. وسكوك الاستحكام كانت، أو حجز الاستحكام كانت تكتب نهر العلقمية لجريان المياه، وهي تعود لأبناء الحسن بن الحسن. فهذه عين العلقمية، فجزا الله خير كل من أعادها، وهي من الأعين الكبيرة في ينبع النخل. الجابرية هذا كان من أكبر الأسواق في الحجاز، عدد الدكاكين هنا يبين أن ينبع النخل كانت موطن حضارات وتجارة لقوافل الحج، وتجارة هنا قوية كانت في ينبع النخل. فندخل أحد مرمم الآن في المحلات كما هي، ومحلات كبيرة كانت تعتبر. هذا سوق الجابرية، سوق ضخم. دكتور، سوق كبير، ها له مدخل ومخرج. صراحة يعني
سوق جميل جدا وكبير. درج ما شاء الله. معي شورت نزلت فيه. تروح ما ترجع. شوف وينزل على هنا. وينزل هذا عين المزرعة. راح جوا ولا رجع. من هناك اللي جيناه مجرى العين يأتي من تحت الأرض. هنا أهل القرية جددوا فيها قبل سنتين ثلاثة بعد الأمطار. شوف المياه. تأتي هنا توزع وجبات على المزارع من تحت الأرض وفي عرف عليها قائم وفيه لها قائم في توزيع الوجبات بين المزارع في الساعات. حقيقة نقولها في أهل ينبع النخل، عند كل عين نجد مسجد جزاهم الله خير. هذه المزارع مزارع عين العلقمية، والعلقمية كانت تسمى نهر العلقمية، نهر كان نهر يجري، وسكوك الاستحكام كانت أو حجز الاستحكام كانت تكتب نهر العلقمية لجريان المياه، وهي تعود لأبناء الحسن بن الحسن. فهذه عين العلقمية، فجزى الله خير كل من أعادها، وهي من الأعين الكبيرة في ينبع النخل. نحن في ينبع النخل وتحديدا في تلعة نزة. ينبع النخل من مساكن جهينة قديما، وسلم هذه شماريخ رضوى وذكره كثير، وسمي جبل العشاق، وذكر كذلك في الحكم العربية، يقال 2300 متر يطل على ينبع كاملة، وقد تغنى به الشعراء ومنهم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثقل من رضوى.